إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. مرحبا أعزائي طلبة تاريخ متوسط، أخذنا شرح لقطعة تي في كوميدي، برنامج كوميدي وقصة لوسي، واليوم راح ناخذ الأسئلة عن هذه القطعة. How old is Lucy؟ كم عمر لوسي؟ 16 years old. 16 years old، 16 سنة. Who is Samara؟ من هي سمارة؟ She is a character in a TV comedy. هي شخصية في برنامج كوميدي تلفزيوني. What does Lucy play in TV comedy؟ ماذا لعبت دورها في هذا المسلسل أو البرنامج؟ Lucy played Samara. إذن لوسي هي اسمها الحقيقي، وسمارة هو اسم الشخصية التي تلعب دورها. لوسي بلايز سمارة، لعبت دور سمارة. A daughter in a traditional family، ابنة في عائلة تقليدية. Who does سمارة live with؟ مع من تعيش هذه الشخصية، شخصية سمارة يعني في المسلسل، مع من تعيش؟ She lives with her mother, father and younger brother. تعيش مع أمها وأبيها وأخوها الأصغر. إذن أخوها أصغر منها، ننتبه لهذه النقطة. 5. Where did they stay on a holiday؟ أين أقاموا في العطلة أو في الإجازة؟ In a fancy hotel، في فندق فخم. With swimming pool، بحوض سباحة، يعني الفندق بحوض سباحة. Lucy takes فراغ in TV comedy، هذا سؤال فراغ. Lucy أدت فراغ في البرنامج الكوميدي. The main part، الدور الرئيسي، part يعني دور، هنا جاي معناه. A small part، دور صغير. إذن جواب صح هو the main part، نخليه بالفراغ. لعبت دور الدور أو أخذت الدور الرئيسي في المسلسل، يعني هي بطلة المسلسل. What did Samara's brother put in his mother's tea؟ ماذا وضع أخو سمارة في شاي أمه؟ ماذا وضع في الشاي؟ He put salt instead of sugar، وضع ملح بدلا من السكر. Where does Samara's brother fall؟ أين سقط أخو سمارة؟ He falls in the pool، سقط في الحوض، في حوض السباحة. What does Samara's brother put on his hair؟ ماذا وضع أخو سمارة على شعره؟ He puts cleaning fluid، وضع سائل تنظيف، on his hair، على شعره، instead of hair gel، بدلا من جل الشعر. والسؤال العاشر والأخير، Why did the mother dislike her tea؟ لماذا الأم لم تحب الشاي؟ كنا نعرف لأنه خلى ملح في الشاي هنا. Because it tastes awful، لأن مذاقه كان فظيعا، بسبب أن هذا الولد الأخرق وضع ملح في الشاي بدلا من السكر. هذه هي أسئلة خارجية، والآن راح أروح إلى صفحة 25 في كتاب النشاط لحل السؤال true false. English for you. هذه صفحة 25 في كتاب النشاط، وعدنا سؤال true false. Lucy's brother is clumsy، أخو لوسي هو أخرق، هو غبي. الجواب false. ليش؟ لأن احنا قلنا ليس أخوها في الحقيقة وإنما في التمثيل، فلازم المفروض يكون الإجابة صحيحة أو جملة صحيحة تكون سمارة's brother مو لوسي's brother. إذن الجواب false. 2. سمارة is the name of the girl Lucy plays. سمارة هي اسم البنت التي تلعب دورها لوسي. جواب صح true. سمارة's brother is older than her. أخو سمارة أكبر منها سنًا. الجواب false. احنا قلنا younger، أصغر منها.
سمارا's mother liked her tea. أم سمارا أحبت شايها. الجواب false. إن كنا نعرف لم تحب شايها لأنه كان مذاقه فظيعا بسبب أن أخو سمارا وضع فيه ملح. إذن الجواب false. Lucy's character fell in the pool. شخصية لوسي سقطت في الحوض. طبعا جواب خطأ هو أخوها الذي سقط فنخليه فوس. The brother got very wet. الأخ أخو سمارة أصبح مبللا يعني المقصود بعد سقوطه في الحوض. جواب طبعا true.